أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الرابع، نشوفوا نموذج للفرض الأول الدورة الأولى بالنسبة لمادة اللغة العربية المستوى الرابع. إذا الفرض الأول الدورة الأولى، نموذج ديال هذا الفرض نخلي لكم في الوصف باش تحملوا النموذج. إذن نبدأ بالنسبة لمكون القراءة. أول حاجة اقرأ النص جيدا ثم أجب على الأسئلة المرافقة له. إذن عتقرأ النص مزيان بعد نجاوب على الأسئلة. إذن نبدأ بقراءة النص. قراءة جيدة. تعتبر صومعة حسان من أهم الصروح التاريخية القائمة في الرباط، عاصمة المغرب الحالية، وتعود لجامع حسان الذي بناه يعقوب منصور في عهد دولة الموحدين في عام 1197 إلى عام 1198 ميلادية، حيث يعتبر هذا المسجد وصومعته تحفة عمرانية فريدة تحكي تاريخ حقبة حضارية عريقة، وقد تم تصنيفه كواحدة من مواقع التراث العالمي عن فئة الأماكن الثقافية العالمية في الأول من شهر يونيو عام 1995 ميلادية من قبل منظمة اليونسكو التي تعنى بالتراث العالمي. إذا بالنسبة للنص هو يتحدث عن صومعة حسان. إذا بالنسبة لهذه الصومعة توجد في مدينة الرباط، وبالنسبة لهذه الصومعة إذا تم تصنيفها من أهم مواقع التراث العالمي من طرف اليونسكو. إذا هذا بالنسبة للعنوان اللي ممكن اقترحه بالنسبة لهذا النص، هذا باين عن اقترح عنوان صومعة حسان. إذا هنا بالنسبة اقترح عنوانا مناسبا للنص. اذا بالنسبه للعنوان اللي غنقترحه بالنسبه للنص هو صومعه حسان. اذا هذا هو العنوان اللي غنكتبه. اذا عنوان مناسب للنص صومعه اذا حسان. اذا هذا هو عنوان النص. اذا غنشوفه بالنسبه للسؤال الموالي. سؤال موالي، اذا اصل الكلمة بما يناسبها. إذا عندنا المرادف وعندنا الضد. إذا المرادف معناه معنى الكلمة، والضد معناه عكس الكلمة. إذا أول حاجة نشوفو المرادف. إذا بالنسبة المرادف عندنا الصروح معناها المآتر، إذا هي الصروح، معنى حقبة هي واحد فترة من الزمن، إذا حقبة معناها الزمن. نعم، إذا هنا جاوبنا على المرادفات. دابا نمشيو للضد. إذا عندنا عريقة وبناء، يعني شي حاجة عريقة يعني قديمة، إذا العكس ديالها جديدة. بالنسبة شي حاجة بنى شي حاجة يعني هدمها أو يعني دمرها، إذا بناه هدمه. إذا هذا بالنسبة للضد. دابا نمشيو للسؤال الثالث. بالنسبة للسؤال الثالث عندنا اكتب أربع كلمات من شبكة مفردات كلمة تقليدية. إذا من كنسمع شبكات مفردات، إذا هنا جميع الكلمات اللي عندها علاقة تقليدية. إذا ممكن نكتبو مثلا مثلا حرفة، إذا شي حرفة تقليدية مثلا نكتبو حرفة. ممكن نكتبو خزف، إذا هنا كتبنا حرفة. ممكن نكتبو كذلك خزف، يعني شي حاجة تقليدية. إذا خزف، إذا بالنسبة يعني خزف يعني شي حاجة تقليدية. ممكن نكتبو كذلك زرابي، إذا كاين عندنا زرابي كذلك تقليدية. إذا هنا كتبنا حرفة، خزف، زرابي، كاين كذلك أواني تقليدية. إذا كاين مجموعة ديال يعني المهن التقليدية اللي عندها علاقة بالصناعة التقليدية. إذا ممكن نكتبو كذلك أواني تقليدية. إذا أواني تقليدية. إذا أواني تقليدية. إذا سلينا السؤال ثلاثة، ننتقلوا سؤال أربعة. إذا سؤال أربعة يقول أين تتواجد هذه الصومعة التي يتحدث عنها النص؟ إذا من ومن الذي شيدها؟ إذا أرجعنا النص، إذا هي كتتواجد في الرباط، ولكن هنايا الذي، إذا هنا عاصمة المغرب الحالية، وتعود لجامع الذي بناه يعقوب المنصور. إذا هنا بالنسبة من بناها يعقوب المنصور في عهد دولة الموحدين. إذا تعتبر صومعة حسان من أهم الصروح التاريخية في الرباط، وتعود لجامع حسان الذي بناه يعقوب المنصور. إذا هنا نكتبو إذا الجواب، إذا
إذا توجد، إذا نكتب توجد، توجد، إذا توجد، إذا هنا كنهضروا على صومعة حسن، توجد في مدينة الرباط، إذا في مدينة الرباط، إذا بناها يعقوب المنصور. أين تتواجد هذه الصومعة؟ إذا توجد في مدينة الرباط وبناها يعقوب المنصور، يعقوب المنصور. إذا هذا هو جواب السؤال، وبناها يعقوب المنصور. إذا ننتقل دابا السؤال الخامس، متى تم تصنيفها من قبل منظمة اليونسكو كتراث عالمي؟ إذا ديما بغينا نجاوبو كنجاوبو من النص. إذا هنا، إذا من مواقع عن فئة الأماكن الثقافية تصنيفها كواحدة من يعني في شهر يونيو عام 1995، يعني 1905، إذا 1995، إذا 1995 ميلادية، إذا عام، إذا نكتبوا شهر يونيو، إذا شهر يونيو عام 1995، إذا شهر يونيو، إذا من طرف منظمة عام 1995. إذا هنا بالنسبة لجواب السؤال، إذا بناها يعقوب المنصور. إذا كسؤال هنا بالنسبة لجواب ديال السؤال الخامس، متى تم تصنيفها؟ شهر يونيو عام 1995. إذا كما شفتوا سهل، بهذا نكون سالينا الأجوبة. نتمنى نكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.